مرحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي الطلبة في المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات شرح برنامج معالج جداول مايكروسوفت أوفيس إكسل الإصدار 2010. سنتناول في هذه المحاضرة عدة مواضيع. نبدأ بالموضوع الأول وهو كيفية حفظ المصنفات أو حفظ الملفات. المصنف في الإكسل هو الملف يسمى مصنف. هنالك عدة طرق لحفظ المصنف في برنامج إكسل، وهي حفظ مصنف إكسل جديد. إذا كان المصنف جديد غير محفوظ سابقا فهناك عدة طرق لحفظه، منها نذهب إلى تبويب ملف. من هنا تبويب ملف ونختار الإعاز حفظ باسم. سيظهر صندوق حوار، هذا صندوق الحوار، صندوق حوار حفظ باسم بهذا الشكل الذي أمامكم واللي موجود لكم بالمنظمة. خلنا نتناول أقسام هذه النافذة. لو تلاحظون هذه النافذة، هذا الجزء يحتوي على العنوان الذي سوف يخزن به المصنف أو الملف. يعني وين راح نخزنه؟ المكان اللي راح نخزنه. على سبيل المثال هنا أمامنا لو نلاحظ هذا هو راح نخزن بالدوكيمنتس. لو كنت لا أريد أخزنه في غير مكان، زين، بالإمكان أجي هنا إلى هذه القائمة أختار مثلا الدي لدرايف دي أو لدرايف إي، أو أذهب إلى مثلا سطح المكتب ديسكتوب أي واحد، أو أرجع إلى دوكيمنت أي واحد من هذه الأماكن بإمكاني أنه أخزن به ملفي وأقدر أتنقل بسهولة من هذه القائمة، وراح يظهر اسم المكان هنا. هذا الجزء هو الجزء الذي يرينا محتويات هذا الموقع اللي راح أخزن به، شنو أكو موجود به. يعني مثلا من رحنا على الدي لقينا ما موجود شيء، أو ما موجود شيء، على الأقل ما موجود شيء أكثر، لأنه هو يظهر لي فقط الملفات اللي هي من نفس نوع الملف اللي جاي أشتغل عليه. هذا هو اسم الملف. يعني هنا عندي مصنف واحد، طبعا احنا عادة هو ينطيني اسم افتراضي مصنف واحد، شلون كان بالوورد ينطيني مستند واحد، مستند اثنين، مستند ثلاثة وهكذا، هنا ايضا ينطيني مصنف واحد، هذا اسم افتراضي. لكن احنا ما نتعامل ويا الاسماء الافتراضية. ليش؟ لأنه أنا هذا الملف من راح أشتغله مو راح أشتغله يعني مرة واحدة وأهمله أو أحذفه أو أتركه، لا، هذا الجدول ممكن يستمر لسنوات وياي أشتغل عليه، جدول قيم، جدول كذا، أو حتى إذا ما يعني أحفظه في مكان كان يكون قائمة معينة لمواد، لأسعار، لمبالغ، لرواتب، وأحفظه في الحاسبة وأرجع له بعد سنة، بعد سنتين، بعد شهر، بعد شهرين. فما طول هو أنا باستمرار أحتاجه لازم يكون له فرد اسم مميز بحيث من أبحث عنه بسهولة أجده. لكن إذا كان مصنف واحد، أو فرضا الملف هذا هو مصنف 35، وين أتذكر أنا هذا المصنف 35 بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة؟ شنو هو؟ لازم أرجع فتحة وأشوف هو هذا لو مو هو، والعملية راح تكون جدا صعبة. إذن اسم الملف أنا شلون أقدر أغيره؟ أظل الاسم الملف هذا، شلون أظل اللي قلنا، يا أما أوقف هنا وبالماوس أسحب وأظلل، أو بالشيفت والأسهم، أو ببساطة دبل كليك نقرتين بالماوس أيسر على الكلمة راح تظلل، وأكتب أول ملف إكسل. زين، هذا فيما يتعلق باسم الملف. نجي هنا على نوع الملف. نوع الملف بالحقيقة هذه كلها أنواع بالإمكان أنه أستخدمها لخزن ملف الإكسل، وكلها إلها علاقة بالإكسل. احنا حتى ما ندخل يعني نتعمق بهذه الأنواع لأنه مو شغلنا، هذه الأنواع مو شغلكم، يعني أنتم ما تحتاجون غير أنه تخزن بإكسل ووركبوك اللي هو هذا اللي راح يخزن لي من أقول
يعني هو افتراضيا يطلع لي هذا اكسل ورك بوك، اللي هو شنو معناه؟ معناه انه انا راح اخزن هذا الملف او هذا المصنف بملف اكسل من نوع 2010، من نوع الاصدار 2010، اللي راح يكون الامتداد مالته اذا تتذكرون بالمحاضره السابقه هو XLS X، XLS يعني اكسل وX يعني 10. النوع الثاني اللي انا اريد اتعامل وياه هو هذا اكسل 97 2003 وركبوك. في بعض الاحيان انا احتاج اخزن الملف مالتي بهذا النوع، طبعا هذا النوع يختلف عن ال 2010 مثل ما تلاحظون، هو هم اكسل هم ملف اكسل لكنه اصدار قديم من 97 2003. الغايه شنو من انه انا اخزن الملف مالتي بهذه الصيغه؟ في بعض الاحيان هذا الملف انا ما راح افتحه على حاسبتي، انا صح اشتغلت على حاسبتي لكن قد اخذه للدائره او لاي مكان اخر، والنسخه المنصبه والمثبته على ذاك الحاسوب مو 2010، هي نسخه قديمه قد تكون 2003 او اقدم من 2003، وبالتالي الملف 2010 ما راح ينفتح بالاصدار القديم. احنا اكو قاعده انه الاصدارات القديمه لا تستطيع فتح الملفات المنشأة بإصدارات أحدث من عنده، لكن الحديث يفتح القديم ماكو مشكلة. فإذا إذا كان الإصدار اللي موجود هناك 2003 من الأوفيس والأكسل 2003 وأجيب جبت له أنا ملف 2010 وردت أفتحه هناك، راح يقول لي ما أقدر أفتح هذا الملف وراح تسبب لي مشكلة وما راح أقدر أشتغل وأكمل شغلي هناك على ذيك الحاسبة. لهذا أخزن أنا بصيغة أكسل 97 2003. زين، الصيغة الأخرى اللي أنا أريد أخزن بها هي الـ PDF. من المحتمل إنه أنا أخزن PDF. هذا الـ PDF هو نفس الـ PDF اللي موجود بالـ Word اللي أخذناه بالفصل الأول، وقلنا هذا صيغة خزنية أيضا نحتاجها. الغاية من الـ PDF شنو؟ الغاية من الـ PDF إنه أنا من راح أخزن PDF راح ينخزن الملف أشبه بصورة، وبالتالي ما راح يقدر اللي يستلم هذا الملف يعدل عليه او يغير به او يتلاعب به، راح يروح لجامد كانه صوره فقط جدول بالقيم والمدخلات والبيانات اللي انا مدخلها عليه. فهذا يفيد اذا انا اريد انطي جدول للاطلاع فقط وليس للتحديث والتغيير. هذا فيما يخص ورا ما اختاريت اللي اريده انا. لنفرض انه خلينا نرجع مره ثانيه الى اكسل ورك بوك وقلت له لاحظ يا جنانة اسم الملف الافتراضي هو المصنف، المصنف واحد، لكن هنا من راح اقول له حفظ راح يتغير الى اول ملف اكسل. زين، هذا كل ما يتعلق بالحفظ باسم. مثل ما قلنا من صندوق الحوار اعلاه نحدد مكان حفظ المصنف في الحاسبه سواء على سطح المكتب او في احد الاجزاء القرص الصلب سي دي الى اخره، ثم نكتب اسم المصنف الجديد في حقل اسم الملف ومن ثم نضغط على الإعاز حفظ. طبعا احنا ضفنا عليها هنا انه تختار النوع مثل ما تلاحظون، هذه تطبيق عملي لما موجود بالملزمة. ايضا نستطيع استخدام إعاز حفظ باسم من خلال الضغط على رمز حفظ في شريط ادوات الوصول السريع اللي هو هذا الجزء. لكن شباب هنا هذا هو حفظ وليس حفظ باسم، هذا هو حفظ وليس حفظ باسم. اذا شلون راح نقدر نستخدمه بحفظ باسم؟ لانه احنا جاي نحكي هسه عن ملف غير مخزون سابق بعده بالاسم الافتراضي مالته. ومن يكون الملف غير مخزون سابقا فالحفظ والحفظ باسم اثنين يشتغلون حفظ باسم لانه هو غير مسمى. لكن بالمرات القادمه يعني هسه هذا اول ملف اكسل انا سميته له تسميه، اذا اضغط حفظ ما راح يفتح لي الواجهة أو نافذة الحوار ما يحفظ باسم، لكن لو كان بعده باسم مصنف واحد لكان فتح لي وتقدرون تجربون هذا الشيء بنفسكم. طريقة أخرى للحفظ واللي هي اللي هي دائما نستخدمها لسهولتها وسرعتها اللي هو استخدام اختصارات لوحة المفاتيح. ومثل ما تعرفون اختصار لوحة المفاتيح للأمر حفظ هو كنترول S، كنترول والحرف S، طبعا S جاي من save
زين، اذا كان المصنف جديد وغير محفوظ سابقا، او اذا حتى اذا كان محفوظ فهي كنترول اس تشتغل سيف. زين، هذا في حاله انه الملف غير مخزون سابقا، مثل هذا الملف هسه احنا غير مخزون سابقا، فتحناه ملف جديد، مصنف جديد فارغ، واجينا انطيناه حفظ باسم. فكل هذه الطرق هي الطرق اللي من خلالها انا اقدر احفظ الملف. ناتي الان الى حفظ التعديلات على مصنف اكسل محفوظ سابقا. هذا هسه صار ملف اكسل محفوظ سابقا. لو انا بديت يعني اقول هنا الاسم، رقم الهاتف مثلا، عدلت على هذا الملف انا، طبعا شلون اغير اتجاه الورقه من اليمين، نجي على تخطيط الصفحه وورقه من اليمين لليسار حتى تكون بهذا الشكل، من اليمين الى اليسار. ف شلون هسه انا غيرت على هذا الملف، فينبغي انه احفظ، اريد احفظ هذه التغييرات. فايضا انا عندي اما من تبويب ملف، واذهب الى حفظ، هالمره محفظ باسم حفظ، او من خلال الضغط على رمز الحفظ في ادوات الوصول السريع، او بالضغط على كنترول اس. هاي الثلاث طرق هي لحفظ التعديلات والتغييرات على ملف اكسل محفوظ سابقا. ننتقل الان الى انشاء المصنفات الجديده، وشلون راح نقدر ننشئ مصنف جديد فارغ. لإنشاء ملف أو مصنف جديد نذهب إلى أيضا ملف، بنختار من تبويب ملف ونختار جديد، هذا هو جديد، ونختار مصنف فارغ، أو بالإمكان اختيار أي قالب وأي نموذج من هذه النماذج، لكن أنا أريد هسه أنشئ مصنف جديد فارغ لأنه شغل المصنفات. طبعا كل هذه هي مصنفات جاهزة، البرنامج انطاني اياها مجانا حتى تساعدني بالتصميم. يعني مثلا ميزانيات اهل الحسابات، اكو عندهم جداول مال ميزانيات، هذا ينطيني ديزاين كامل وتصميم كامل لجدول الميزانيه والمخططات مالته، ايصالات الوصولات شلون تطبع وتكتب. يعني لو اردت انا اسوي ايصالات راح يروح هو ويجيب ايصال تبرع، ونلاحظ هذا هو الصيغه مالت الايصال، يعني وصل السلام خلينا نقول. او نرجع مره ثانيه نشوف مثلا اذا اريد ان نروح على تقويمات، هذه هي رزنامه، اذا اريد هذه الرزنامه مثلا لاي سنه معينه، او تقويم عام دراسي شو راح يصير، او بهالشكل هذا. يعني اذا تسوي لك انت تقويم عام دراسي، تقويم شهري، تقويم سنوي، كل هذه تقويم اكاديمي، زين، تقويم بوليسي وغيرها من القوالب المتوفرة اللي تساعدك انت حتى تبني الملف مالتك. المخازن، المخزونات مثلا ينطيك نماذج ايضا. طبعا هذا كله يعتمد انه انت ما تختار واحدة من هذا، يعتمد على الانترنت وعلى توفر عندهم قاعدة البيانات حسب النسخة اللي انت منزلها، لكن هذه فقط للإشارة، يعني حتى انتم تعرفون انه اكو عدة، من تفتحون جريدة تطلع لكم هذه تعرفون شنو معناها وشنو تفيدنا. لكن احنا هسه مصنف فارغ نقول انشاء، فراح يطلع لي مصنف اثنين. ليش؟ لانه احنا فتحنا من ساعة مصنف واحد، فراح يفتح لي هسه مصنف اثنين، يبدي هو يعد وهو مصنف جديد فارغ، او من خلال الضغط مباشرة من لوحة المفاتيح على كنترول وحرف N نيو، كنترول وحرف N، راح يفتح لي ايضا ملف جديد. كنترول وN يفتح لي ملف جديد. لو نلاحظ هذا ملف جديد صار مصنف ثلاثة، وصاروا عندي هنا ثلاثة مصنفات انا جاي احفظ. وايضا الطريقة الثالثة مثل ما قلنا، ممكن انا اضيف هذه هنا الى هذا الشريط ادوات الوصول السريع. طبعا هو هنا هسه ما موجود، موجود حفظ وموجود تراجع وتقدم وميل بريد، لكن بالامكان من هذا السهم الاسود اخصص جديد، وراح ينضاف الجديد هنا، ومن اضغط عليه
راح يفتح لي مصنف أربعة اللي هو جديد أيضا. تمام، الآن ننتقل إلى فتح مصنف فارغ. شنو نقصد بفتح مصنف فارغ؟ فتح مصنف فارغ معناها أنه أنا عندي ملف، وهذا الملف اشتغلت عليه سابقا وإجيت خزنته بالحاسبة وخلص طلعت من عنده، وأجيت في يوم آخر في وقت آخر أريد أفتح أكمل عليه شغل. فهناك عدة طرق حتى أفتح هذا الملف الفاضل الجديد، مثلا من خلال أيضا تبويب ملف. نلاحظ أنه تبويب ملف يحتوي على الأوامر الرئيسية والأساسية اللي تتعامل ويا الملف بشكل عام. يعني احنا شفنا أنه نقدر نحفظ به الملف، يعني أمر حفظ الملف باسم معين موجود بالملف، حفظ فقط موجود بالملف، جديد موجود بالملف، فتح هسه راح ناخذ موجود بالملف، طباعة موجود بالملف. فإذا الملف لهذا السبب هذا هو تبويب وحدة جدا مهم، يختلف عن باقي التبويبات. ليش؟ يعني يحتوي على الأوامر الرئيسية والأساسية اللي تتعامل مع كامل الملف. نذهب إلى ملف ونضغط على فتح، هذا هو فتح، راح ينفتح لي مربع حوار، نافذة حوار، وهذا المربع الصندوق النافذة تقول لي وين، تسألني تريد من عندي أدلي وين مكان خزن الملف اللي أريد أفتحه. فلو قلنا مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال هذا ملف، نلاحظ هذا ملف كامل، مجرد ما رحت فتحته، مجرد ما رحت إلى المكان اللي مقسوم به ودبل كليك عليه أو نقرة واحدة وفتح، راح ينفتح هذا الملف. فمثل ما مكتوب عندكم، من خلال تبويب ملف نختار الأمر فتح، فيظهر صندوق حوار عنوانه فتح، نحدد مكان حفظ المصنف، ثم نحدد المصنف، ثم نضغط على الأمر فتح في أسفل صندوق الحوار. مثل ما شفنا هنا أخذنا مثال ومخزون في مكان ما، يعني لو نعيد العملية بس ما راح أعيدها من ملف، راح ناخذ الاختصار للفتح اللي هو كنترول O، كنترول وحرف الO اللي هو نفسه Open فتح. نذهب إلى المكان اللي مخزون، مثلا سطح المكتب ما عندي بي، تمام، Documents ما عندي بي، Download عندي بي اللي هو نفس المكان اللي أنا راح أجيبه قبل قليل، ألقى كل هذه ملفات Excel، كل هذه ملفات Excel، مثلا هذا الملف تنقر عليه راح يفتح لك هذا الملف الجديد. وأيضا بالإمكان أنه تضيف، بالإمكان تضيف هذا الملف الظاهر بمشكلة، لهذا السبب ما فتح بصورة مباشرة. أو أنضيف له هنا بهالشكل هذا فتح أيضا، وراح تجي إيقونة الفتح ضمن أدوات الوصول السريع، وبالإمكان مباشرة من أنقر عليها ينفتح لي هذه النافذة للفتح. فأيضا أيضا شفنا أكو ثلاث طرق، الطريقة الأولى هي من خلال الملف وأذهب إلى فتح لأفتح ملف جد مخزون سابقا، أو من خلال أدوات الوصول السريع أروح على فتح، أو لكنترول O وأذهب إلى فتح. زين، ننتقل الآن إلى إغلاق مصنف برنامج أكسل أو الخروج منه. إغلاق مصنف برنامج أكسل عند استخدام أمر الإغلاق، فإن هذا الأمر يعمل على إغلاق المصنف المفتوح فقط بدون إغلاق برنامج الأكسل كما سنرى الآن.
وين هو صاير هذا أمر الإغلاق؟ أمر الإغلاق هذا صاير أيضا في ملف، يعني مثلا هذا هو المصنف اثنين أنا فاتحه هسه، من أجي على ملف وأختار إغلاق، أختار إغلاق، غلق لي مصنف اثنين، بينما هذا ما غلق لي، أجي على هذا أقول له إغلاق، غلق لي هذا فقط، باقي عندي الملف الاكسل، برنامج الاكسل مفتوح، اللي انغلق عندي فقط الملف المفتوح، فقط المصنف اللي انا فاتحه امامي على الشاشه. مثل ما قلنا عندنا عده طرق لغلق الملفات، الطريقه الاولى هي من خلال ملف واغلاق، الطريقه الثانيه هي من خلال الضغط على رمز اكس الموجود في شريط القوائم وكما موضح امامكم بالصوره. طبعا لو تلاحظون انا عندي اثنين اكس، عندي هاي اكس وعندي هاي اكس. زين؟ الاكس هذه الزريره هي الاغلاق. الاكس هذه الزريره هي اذا ضغطت عليها راح يغلق لي المصنف اربعه وطلع لي مصنف ثلاثه. لكن هذه الاكس الكبيره فوق هذه كلوز اللي راح تغلق لي برنامج الاكسل بشكل كامل مثل ما راح نشوف هسه. هسه اذا عرفنا شلون انا راح اغلق الملف فقط وليس البرنامج، اما اذا اردت انه اخرج من البرنامج بشكل نهائي واغلق البرنامج راح استخدم الامر انهاء وليس اغلاق مثلا، وهذا الامر ايضا موجود في قائمه الملف. نلاحظ هذه انهاء، هذه انهاء، زين راح تغلق لي الملف بصوره الاكسل، يعني هذا انهاء، الاحظ انه يعني يغلق كل شيء لكن ما غلق، ما قدر يغلق، ليش؟ لانه انا ما حافظ هذا الملف. بس احنا حتى نشوف هذا الموضوع قلنا لالغاء الامر، او هنا أنا ايضا هذه الاكس ايضا تشتغل انهاء واللي هي تنهي لي، ايضا يريد ينهي لكن ما قدر ينهي بسبب هذا الملف، هذا المصنف. نأتي الآن إلى التنقل، التنقل بين أوراق العمل وإضافة أوراق عمل جديدة. مثل ما تكلمنا بالمحاضرة السابقة قلنا أنه ملف واحدة من الأمور اللي يختلف بها برنامج الأكسل عن برنامج الوورد، أنه برنامج الوورد من أفتح مستند جديد فارغ راح يفتح لي ورقة واحدة بيضاء فارغة، أما الأكسل لا، الاكسل راح يفتح لي مصنف جديد، زين، وهذا المصنف يحتوي على ثلاثه اوراق فارغه مثل ما تلاحظون اسفل الشاشه، قد تكون الى يمين الشاشه او الى يسار الشاشه حسب اتجاه الكتابه. يعني احنا هسه اتجاه الورقه مالتنا من اليمين الى اليسار، فصارت هذه الاوراق مكان عناوينها والانتقال بيناتها في الجهه اليمنى السفلى، لو كان من اليسار إلى اليمين بهذا الشكل راح تنتقل إلى هذا الاتجاه، إلى هذا الشكل للجهة اليسرى. زين، شلون أتنقل بين أوراق العمل؟ أتنقل فقط بالضغط على هذه الأوراق، يعني أضغط هنا أنا ورقة اثنين انفتحت لي ورقة اثنين، أروح إلى ورقة ثلاثة، طبعا باي ديفولت هو يجي من اليسار، بينما ورقة واحد أنا اللي اشتغلت عليها وغيرتها، فقط اتنقل بالنقر على اسم الورقه اسفل الشاشه، انتقل من ورقه الى ورقه. الغايه من هذه الاوراق شنو؟ ليش خلالي عده اوراق؟ لانه ممكن انا المصنف هذا الواحد، ممكن هذا المصنف الواحد هو مصنف لشيء واحد لكن يحتوي على اكثر من جدول، وهذه الجداول ممكن مترابطه فيما بينها. شنو يقصد يعني؟ يعني مثلا انا قد عندي جدول، هذا الملف هو ملف المرحلة الأولى في قسم معين أو أي مرحلة من المراحل، مرحلتي اللي جاي أدرسها في قسم معين، أنا عندي ملف أكسل مصنف أكسل كامل يحتوي كل درجاتهم ونشاطهم، لكن هذا الملف أنا مقسمه مخال ورقة ليها جدول للكويزات مالتهم، ورقة أخرى بها للنشاط اليومي، ورقة أخرى بها درجات الامتحان الشهري، ورقة أخرى بها درجات الامتحان النهائي.
ورقة أخرى بها خلاصة لكل هذه الدرجات، وهذه الأوراق راح يترابطن فيما بينهن من خلال روابط، يعني استدعي خلية من ورقة في ورقة أخرى ودخلها في معادلة، وتجي القيمة بشكل تلقائي من هذاك المكان إلى هذا المكان، وبالإمكان أفتح أيضا ورقة أخلي بها نموذج مع النتيجة، وهاي النتيجة تتحدث تلقائيا تأخذ درجاتها من درجات اللي أنا مدخلها هناك، وتطلع نتيجة الطالب مباشرة بعد ما أغذي الملف والصفحات والأوراق بدرجات هذا الطالب. زين، هذه عملية التنقل بين الأوراق شلون نتنقل. أما إذا أريد، عندنا ملاحظة، كل ورقة برنامج الأكسل 2010 لا ترتبط ببقية الأوراق، أي عند عمل أي إجراء سواء كتابة أو تحرير داخل الورقة لا يطبق هذا الإجراء على بقية الأوراق. هذا اللي شفتوه أنتوا، يعني أنا هاي ورقة واحد من كتبت بها الاسم ورقم الهاتف وغيرت اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار، ما أثر هذا الشيء على ورقة اثنين، ورقة اثنين بقت على حطتها وما بها أي شيء، ولا على ورقة ثلاثة بقت على حطتها. فإذا كل ورقة هي منفصلة عن الأخرى، أقدر أكتب بها شيء يختلف تماما عن ما موجود، لكن بالإمكان الاستفادة من هذه وهذه. يعني خلنا ناخذ مثال هنا، أنا راح أكتب في هاي الخلية، هاي الخلية إيش قيل؟ هاي الخلية G7، هاي الخلية G7، لا راح أخلي بها 5، أوكي؟ راح أجي على ورقة 2 في هذه الخلية اللي هي C11 راح أخلي 4، تمام؟ وراح أجي هنا أنا بس حتى نشوف شلون راح يصير، راح أقول يساوي الخلية اللي موجودة في 1 زائدا الخلية اللي موجودة في 2، هذه الخلية هنا، لأنه هذه الصيغة فقط راح نغير هنا ما موجود في 1 وما موجود في 2 صار 9. لاحظنا أنه شلون ارتبطت عندي جبت ما موجود في G7 ورقة 1 G7 جمعته ويا ما موجود في C11 ورقة 2 اجي الناتج هنا. هذا اللي اقول لكم انه انا اجمع قيم من مختلف الاوراق كل وحده ما لها علاقه بالثانيه واحصل مجموعهم في ورقه اخرى. زين، ننتقل الان الى شلون اضيف اوراق عمل. انا من جاي نحكي، ضربنا مثال انه انا عندي ورقه قلنا بها الكويزات، ورقه بها النشاط، وورقه بها الامتحان الشهري، ورقه بها الامتحان النهائي، وورقه بها عدة أوراق، ممكن هاي الأوراق يصيرن 10 20، ما أعرف إيش قد. زين، وهو منطيني هنا مثل ما قلنا 1 2 3. شلون إذا أريد أضيف أوراق إضافية؟ هاي الإشارة اللي هي إضافة ورقة جديدة، إدراج ورقة عمل، منا تنقر على هذه ويفتح لك ورقة 4، تنقر عليها بعد نقرة ويفتح لك ورقة 5، أو بالإمكان تستخدم اختصار لوحة المفاتيح اللي هنا عندك واضح اللي هو Shift F11. طبعا ممكن يختلف من نسخة لنسخة ومن حاسبة لحاسبة هذا الاختصار، لكن بسهولة أنت تعرفه مجرد ما توقف هنا راح يكتب لك هذا شنو، هذا الهنت التلميح إدراج ورقة عمل، وبين قوسين يعطيك الاختصار اللي من خلاله تقدر تنفذ هذا الإدراج. هنا على سبيل المثال هو Shift F11، يعني لو اجينا قلنا شيفت وقف 11 راح يضيف لي ورقه 6. زين، بس هاي ورقه 6 اجت هنا، شلون اسويها وارجعها هنا؟ بسهوله، تنقر بالماوس وتسحبها تخليها بهذا المكان، او الخمسه نجيبها تخليها هنا، صارت 5 هنا و6
هنا 6 ما تقدر تنقلها لان هو هذا الحد مالت الاوراق. شلون اغير؟ مثل ما انا قلت بالملفات بالمصنفات، انا ما يرهم اشتغل بالمصنف واحد ومصنف اثنين، لان مستقبلا ما راح اقدر اعرف هذا المصنف شنو يحتوي، وراح يصير صعب علي عملية البحث. ايضا باوراق العمل يفترض انه انا اجي انطيهم تسمية حتى مباشرة انا اعرف هاي كل ورقة شنو معناها. شلون اقدر اغير؟ عندي عدة طرق حتى اغير اسم ورقة العمل. الطريقة الاولى هي النقر المزدوج في موضع الاسم فيظلل الاسم القديم، ثم نبدأ بكتابة التسمية الجديدة، ثم نضغط على مفتاح انتر. يعني مثلا هذه ورقة واحد، انقر عليها نقرتين، واجي اقول اكتب هنا مثلا الكويزات. خلاص صار اسمها هاي الكويزات. ورقة اثنين راح تكون مثلا النشاط، ورا ما كتبت ادوس انتر مثل ما قلنا راح تروح. او الطريقة الثانية هي النقر على اسم الورقة القديم بالزر الايمن للماوس، ونختار من القائمة اعادة تسمية او رينيم. يعني اجي هنا اروح على ورقة ثلاثة واقول له اعادة، كليك ايمن واعادة تسمية، وراح نقول هنا الامتحان الشهري. زين، زين. الآن نأتي إلى فتح الورقة الثالثة. فتح الورقة الطريقة الثالثة، المراد تغيير اسمها بالنقر على اسمها بزر الماوس، ثم من تبويب الصفحة الرئيسية نضغط على رمز تنسيق، ثم نضغط على الأمر إعادة تسمية الورقة. هاي الباث الطويل، الطريقة الطويلة. يعني يقول هنا هاي ورقة أربعة نقرنا عليها، ونروح على الصفحة الرئيسية ونذهب إلى تنسيق، هذه هي تنسيق، ننقر عليها ونختار إعادة تسمية الورقة. إعادة تسمية الورقة، فراح ينطيني نفس الآلية. فإذا أنت مخير باختيار الطريقة، طبعا دائما المستخدمين يختارون الطريقة الأسهل لهم، واللي هي بدل ما تروح لهذا الباث الطويل، مجرد ما تجي توقف على الورقة ودبل كليك عليها نقرتين راح تظلل، وتكتب الاسم اللي تريده باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية whatever you want. كل هذه الطرق وهذه الأدوات اللي شفناها اللي توصلنا إلى حل المسألة ما موجودة عندك بالملزمة كتابة ومع الصور والشرح، تستطيع ترجع لها بالمساعدة للفيديو اللي منشور عندكم، اللي راح تقدرون تشوفون التطبيق العملي لما مكتوب بالملزمة. لحد هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وننتقل الآن إلى التطبيق. التمرين اللي راح يكون عندكم هو عبارة عن homework يضاف إلى الهومورك الماضي، فراح يكون احنا عندنا سلسلة من الهوموركات. هذا الهومورك هو أولا ادخل إلى برنامج أكسر وانشئ ثلاث مصنفات، مو أوراق لا، ثلاث مصنفات في المأمون العاشر، المأمون الحادي عشر، المأمون بكالوريا. زيادة عدد الأوراق في الأول إلى 6، وفي الثاني إلى 7، وفي الثالث إلى 8، وغير أسماء الأوراق في الأول مأمون 10 إلى شين 1، شين 2، شين 3، تغير أسماء أوراق العمل، وتنتقل صفحة صفحة إلى اليسار، ثم صفحة صفحة إلى اليمين. هذا أيضا كان موجود بالتمرين السابق، وأكو تأكيد عليه مثل ما جاءت لاحظون. تغير أسماء أوراق الثاني أيضا إلى أسماء أخرى، وتنتقل صفحة صفحة إلى الأسفل وصفحة صفحة إلى الأعلى. غير أسماء الأوراق في الثالث المأمون بكالوريا إلى هاي الأسماء. يعني طبعا أنت تقدر تغير، مو لا تلتزم بهذه التسميات. يعني أنت تقدر مثلا تنشئ ثلاث مصنفات، وهاي المصنفات تخليها قسم اللغة الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية، الترجمة، الجغرافيا، التاريخ،
تنشئ ثلاث أربع مصنفات، كل مصنف هو عبارة عن قسم من الأقسام، وداخل كل مصنف تخلي المراحل، يعني أوراق المرحلة الأولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، مرحلة رابعة، وبالتالي تغير التسميات إلى ميم 1، ميم 2، ميم 3، ميم 4 وهكذا، وتنتقل بين الصفحات يمين يسار وأعلى أسفل، وتغير أسماء الأوراق إلى تسميات أخرى، وتنتقل إلى الخلية T33 ثم إلى الخلية AU40. طبعا هذه تذكرون منين قلنا شلون ننتقل، يعني أنا إذا أريد أذهب إلى الخلية حسب ما يقول T33، مجرد ما أروح لهذا الجزء اللي هو اسم الخلية وأكتب الخلية راح ينقلني مباشرة إلى T33، ولا وردت أروح إلى AU40 راح ينقلني مباشرة مثل ما تلاحظون إلى الخلية AU40. هذه الخلية إذا ردت أرجع راح أقول له أيوان ويرجعني إلى الخلية أيوان. والمطلب الأخير اللي هو أحفظ المصنفات الثلاثة على قرص، على القرص المرن، أي ما عندي أنا قرص مرن هنا، أخزنها على سطح المكتب بأي اسم أنت تريده، باسم كلية الآداب، أقسام كلية الآداب، أو تخزن مثلا أن ثلاث مصنفات كل واحد خزن باسم القسم اللي سويته عليه. فهذا راح يكون تمرين لكم، هذه التمارين أنا أريدها تتجمع وتنكتب تنحل يعني ورقيا زين، وتصور حل يدوي طبعا قلم خط إيدك يعني، وتصور هذه الحلول وتخزن عندكم في أجهزتكم على شكل ملفات PDF، راح أطلبها من عندكم زين، ترفعوا لي اياها في جوجل فورم، ترفعوا لي هاي الهوم وركات حتى اصححها وتكون نشاط لكم يضاف لكم على السعي. الحد هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، املين ان نلتقي بكم في محاضره اخرى لتكمله سلسله محاضرات لشرح برنامج معالج جداول المايكروسوفت اوفيس اكسل الإصدار 2010. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.